أولا مرحبا لك وللمشاهدين الكرام. حياكم الله. بالفعل القضية ضبابية للغاية، وخاصة بضعف الإدارة الأمريكية بالمعاطاة مع الملف الروسي الأوكراني. يعني اليوم الدول الغربية ومعهم الولايات المتحدة لم يذهبوا إلى حل مباشر مع روسيا، وإنما من الناحية الثانية يرسلون بالعتاد والسلاح إلى الأوكرانيين ليقاتلوا الروس. فالروس ماذا يفعلون؟ لم يستنزفوا جيشهم بالكامل، أما حتى الطيارات المسيرة سيأتون بها من دول مرتزقة تدعم الروس ضد الغرب، ومنهم بدون شك إيران في هذه الحالة، وأتوا بجيوش مرتزقة من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا. هذا عن روسيا. ولكن الضبابية في الموضوع بأنه الإيرانيين والنظام في إيران يعتبر ويأخذ بعين الاعتبار المواقف لإدارة الرئيس بايدن منذ وصوله إلى سدة الرئاسة. أول شيء قام به هو برفع العقوبات عن الحوثيين، عن لائحة الإرهاب الذي كان وضع سلفه الرئيس ترامب. فأعطى الإيرانيين ورقة في اليمن. في سوريا لم يفعل أي شيء الرئيس بايدن. في لبنان تحاوروا مع الإسرائيليين لمصلحة حزب الله بترسيم الحدود واستخراج النفط للبنان مع حزب الله، وهذه ورقة للإيرانيين. وبالعراق بنفس الوقت، يعني بعد سنة تقريبا انتخبوا رئيس ربما مقرب من الإيرانيين. يعني الإيرانيين ينظرون إلى طريقة الرئيس بايدن والمعاملة في الشرق الأوسط، فيستفيدون من هذا الضعف ليدعمون انه رفيقهم المناصر دائما روسيا في هذه في هذا الوقت. وبنفس الوقت يعني الرئيس بايدن يحاول ان يستمر بالاتفاق النووي، بالمفاوضات بالاتفاق النووي مع ايران، واعطى كل ما يريدونه الايرانيين في الشرق الاوسط الى ايران لهذا الوقت. وبنفس الوقت اليوم الايرانيين يقولون ما دام الامريكان عم بيستجيبوا لكل شيء، نحن سندعم حليفنا في روسيا بحربه على اوكرانيا، لنستغل الضعف الامريكي اضافه في هذا الوقت. هذا بالفعل يعني الايرانيين كيف ينظرون الى الامريكان. في الواقع الامريكاني، في تخبط، ومثل ما تكلمت بالتقرير، يعني اليوم نسبه 74% من الشعب احتمال كبير انه يصل الجمهوريين الى مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالانتخابات النصفيه ب 8 شهر القادم. هذا زلزال سياسي كبير ضد اداره بايدن. فالايرانيين يعرفون ذلك، الصينيين يعرفون ذلك، جميع دول العالم تعرف ذلك، باستثناء الاداره الامريكيه التي تجهل الواقع الذي يحصل بالداخل الامريكي. بقى ماذا الذي سيحصل بأوروبا؟ ماذا سيفعل الأمريكيين؟ يعني الأمريكا اليوم مقسومة على نفسها. قسم كبير بيقول ما بدناش بأوكرانيا مثل ما حصل في أفغانستان. يعني كل سنة كنا ندفع 50 مليار دولار بأفغانستان، بعد 20 سنة كانت مليارات من الدولارات، وانسحبنا بالذل والعار. فلماذا نفعل في هذا الوقت 50 مليار دولار هذه السنة، وربما أكثر تصل إلى 80 مليار دولار الدعم المادي إلى أوكرانيا، وما هي النتيجة لمصلحة الشعب الأمريكي؟ فلذلك الأمر رئيس الحزب الجمهوري في مجلس النواب مكارثي قال ربما سنعاود درس دعمنا إلى أوكرانيا في حال فوز الجمهوريين. وهذا حقيقة ماذا يشعر به الشعب الأمريكي في الوقت الحاضر تجاه الحرب في أوكرانيا.